السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدرسة منور وتدريب كلاب البحيرة كابتن أبو، زي ما عودناكم في كل حلقات جديدة يا رب حلقاتنا تعجبكم ويا رب المعلومة توصل لكم بطريقة بسيطة وبطريقة سهلة. طبعا معانا سيزر الأول يا جماعة بنمسي عليه، هو قاعد جنبنا تمام، كلب جميل جدا وكلب طبعا مطيع جدا والحمد لله كان جاي، كنا بنقول ان هيبقى مخه صعب شويه لكن الحمد لله قدرنا نقنعه ان هو يبقى سبيشال يعني ما يفهم بسرعه. النهارده يا جماعه هنتكلم عن الاسئله اللي بتجيلنا على القناه على اليوتيوب ويا رب نقدر نساعد باي رد احنا نقدر عليه. في سؤال من ديفيد الجوكر بيقول يا كابتن عندي كلب كل ما اديله اكل بيسيبه ويجي ياخد تاني وبتفاجئ ان الكلب ما اكلش اكله ويسيبه، رد عليا لو سمحت. بص يا ديفيد، موضوع ان الكلب ان انت تديله اكل ويجي ياخد غيره ويسيبه معناه كده ان انت مديله راحته جامد في الاكل، ومعناه ان انت بتديله بزياده، فحاول ان انت تجوع الكلب ده طبعا، علشان كل ما الكلب يجوع كل ما هيبقى ملهوف على الاكل اكتر وهيبدا ياكل ويبقى تمام. يعني ما تش كل شويه تحط للكلب اكل، يعني ما تعودوش ان كل شويه تحط له اكل، هو بقى الموضوع كده هيعيش في دور دلع وكلام من ده. ابرام صبحي بيقول بعد اذنك يا كابتن برجاء الرد على السؤال ده، انا من الفيوم متابعك من زمان بس من اول امبارح لقيت جرو صغير قدام البيت وعمره تقريبا 35 يوم، بس انا عندي مشكله صغيره، انا مش عارف الكلب ده ياكل هياكل ايه، كمان في مشكله تاني ان الكلب ده مش نظيف وعنده حاجات في شعره، وانا مش بقول حرام ارميه في الشارع، هيموت من الجوع، من فضلك ساعدني اعالج شعر الكلب ده وبحبك وانا وكل محافظه الفيوم. تحياتي ليك يا ابرام وتحياتي لكل محافظه الفيوم، الناس المحترمين جدا وربنا يبارك لنا فيكم يا رب ودايما تفضلوا متابعين معانا. بص يا ابرام، انت لقيت كلب عمره 35 يوم، كل اللي عليك ان انت هتديله الغذاء اللي احنا بنعمله على القناه، زي مثلا الاكل المسلوق مع المكرونه سلة العصفور مع البطاطس المسلوقه مع شوربه الخضار المسلوقه تمام، وتديله الحاجات دي باذن الله الكلب هيبقى تمام التمام ماشي. وموضوع الشعر وموضوع الحشرات اللي في جسمه، في الصيدليه البشري ازازه اكتومسرين وهتجيبها طبعا وبحته قطنه او بحته سفنجه صغيره او بمنديل ورق طبعا، وتمسح جسم الكلب كويس طبعا وتهتم بيه وبعده ينوبك صواب حتى على الاقل، ابعده في مكان دافي طبعا علشان الكلب يبقى صحته كويسه معاك وما يحصلوش اي حاجه ويبقى ذنبه طبعا في رقبتك، طالما انت تعهدت ان انت هتحافظ عليه يبقى لازم تكمل جنينك. نونا بتقول انا هجيب كلب للو صغير وعاوز اعرف اكله تربيته معلومات عنه لو سمحت، ممكن كمان تعليمه. بص يا نونا، موضوع ان حضرتك تجيب كلب للو هاتي وتوكل على الله، ما تقلقيش، هتتابع معانا القناه على اليوتيوب طبعا هتلاقي حلقات كتير هتفيدك في التربيه. الكلب للو انت بتعمليه زيه زي الجراوي الجيرمان اللي احنا بنعملها عندنا، بناكله اكل مثلا طيب، طبعا احنا عندنا كلاب لولو كبيره معودنا على الاكل الني، بتاكل اكل ني عادي، لكن لو هتجيب حاجه صغيره يبقى يفضل ان يكون اكل طيب تمام. لكن لو كبير طبعا ما يفرقش معاه اكل طيب اكل ني، مش هتفرق معاه هو ياكل ايه، بس يفضل ليه الاكل الني الكلب لما يكون كبير في السن. لكن لو جرو صغير يبقى بناكله مستوي طبعا زي ما بنتعامل مع اي جرو عندنا تمام. هتتابع معانا القناه هتلاقي كل اللي حضرتك تحتاجيه بالنسبه للتربيه وبالنسبه للتدريبات وبالنسبه ازاي نعلمه يعمل حمام في مكان معين، لان ناس كتير يا جماعه بيبقى عندهم كلاب للو بيبقوا محتاجين طبعا يعودوه على الحمام بالذات، لان طبعا موضوع الحمام ده فيه مشكله في حد ذاته. رهام بتقول سلامتك يا كابتن، ليه نفسك رايح كده على طول؟ والله يا استاذ رهام، هو طبعا الشغل طول النهار بيبقى ارهاق تمام، وبنيجي بالليل لما نيجي نعمل فيديو او نعمل حلقه طبعا بيبقى الواحد بيعملها وهو مش قادر، بس بيضطر ان يعمل الحلقه علشان كل الناس تستفاد وكل الناس يفضلوا دايما متابعين معانا، ومحدش يقول ان القناه بتاعت كابتن ابو نور جه على وقت وقلت الفيديوهات بتاعتها او جه على وقت ووقفت. طبعا باذن الله يا جماعه احنا هنفضل متابعين معاكم بحلقاتنا صباح وبالليل ونهار وفجر وعشاء، هتلاقوا الحلقات بتاعتنا نازله لكم في كل وقت. سالم
بيقول: كابتن انا بحبك جدا ومتابعك على طول، انا عندي كلب روت وايلر عمره 4 شهور، النهارده لقيته بينبح جامد، طلعت فوق لقيته بيلف ورا ديله وبيحاول يعض ديله جامد، ورحت لقيت ديله بيجيب دم، ممكن تقول حل المشكله دي ازاي وايه السبب يا جماعه؟ تمام. بص يا سيد، موضوع ان الكلب يعض ديله طبعا دي ممكن تكون، واحد ممكن تكون حساسيه، اتنين ممكن تكون الغده الشرجيه طبعا في الكلب عايزه تتفضى، ثلاثة ممكن يكون في حاجة قرصت الكلب مثلا وانت مش واخد بالك، طبعا دي تأثر على المشكلة دي وتكون سبب في المشكلة دي. أول حاجة الغدة الشرجية دي سهلة تفضيتها جدا، بإذن الله هنبقى نعمل لك بقى حلقة إن أنت تتعلم تفضي الغدة دي إزاي، تمام؟ وممكن لو أنت مش هتعرف أو بتقرف مثلا يبقى يفضل إن أنت تروح لدكتور بيطري فاهم في الموضوع ده، بإذن الله هيفضي لك الغدة الشرجية بتاعت الكلب، تمام؟ لأن دي بتكون سبب برضو إن الكلب يلف على دينه كتير ويلف حوالين نفسه كتير. موضوع بقى لو حساسية فالعلاج معروف والعلاج سهل جدا، مش هتكلف معاك كتير، حقنة ديكساميثازون وحقنة افيل لمدة 3 ايام، وهتدهن له المكان اللي هو بيعضه في ديله ده اكتوميسرين ودواء ازرق، الصبح دواء ازرق وبالليل اكتوميسرين. الاكتوميسرين ده متوفر في كل الصيدليات وموجود، والافيل والديكسا متوفرة في كل الصيدليات وموجودة. طبعا كل العلاج اللي هنتكلم عنه بشري وليس بيطري. تحياتي ليكم يا جماعه وتحيات لكل الناس المشتركين. نستكفل حد كده عشان ما نطولش عليكم وقت الحلقه. تحياتي للجميع، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا معانا وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا معانا كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.